كما استقبل اليوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد باداني المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شودونيو، الذي تنقل بعدها إلى ميناء الجزائر لمعاينة سفينة العلمية جرين بالقاسم التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري والتربية المائيات، حيث تم عرض أهم مشاريع الشراكة بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.